مساء الخير أعزائي الطلبة، أرحب بكم أجمل ترحيب. اليوم إن شاء الله نحن مع المحاضرة الأخيرة في مادة تمويل الشركات الكورس الثاني. تعرفنا في المحاضرات السابقة على أدوات التمويل سواء الممتلك أو المقترض، وركزنا على كيفية استخراج الكلفة على اعتبار احنا مهدنا سابقا وقلنا أن المهم ليس مبلغ التمويل، المهم هو كلفة التمويل. استخرجنا كلف الأدوات وبقت عندنا أداة أخيرة هي الأسهم العادية، اليوم راح ناخذها إن شاء الله وكيفية استخراج كلفتها. تعد الأسهم العادية سند ملكية تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية، وفي حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات حملة الأسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة، وبالتالي فحملة الأسهم العادية ما هي إلا مالكين للوحدة وسند ملكيتهم هي الأسهم، والأسهم له قيمة اسمية وقيمة سوقية وقيمة دفترية راح نوضحها بالتناوب. أول شيء بدي أعرج على الكلام اللي مضى، احنا سبق وأن قلنا أنه من يشترك بشراء الأسهم في شركة معينة يصبح مالك فيها بقدر الأسهم التي اشتراها، وبالتالي هو مالك يتمتع بحق حضور الجمعية العمومية والتصويت والتخطيط والرقابة وكل المميزات التي تتيح له من خلال شراء الأسهم، وبالتالي يصبح مالكا. قلنا للسهم ثلاث قيم، القيمة الأولى للسهم هي القيمة الدفترية، وهي عبارة عن قيمة حقوق الملكية تقسيم عدد الأسهم. بمعنى الجانب الأيسر من الميزانية فيه مطلوبات وحقوق ملكية، لو جمعنا قيمة حقوق الملكية وقسمناها على عدد الأسهم راح تطلع لنا القيمة الدفترية للسهم الواحد. ننتقل الآن إلى القيمة السوقية، هي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، يعني متى ما أريد أني أبيع السهم مالتي أنزل أشوف ايش قد سعره بالسوق، هاي هي القيمة السوقية للسهم. أما القيمة الإسمية للسهم هي تلك القيمة التي أصدر بها السهم، وعادة ينص عليها عقد التأسيس للوحدة أي الشركة، بمعنى أن لكل شركة سعر سهم يختلف عن الشركة الأخرى، وهي تحدد عندما يطرح السهم لأول مرة للبيع. أن كلفة الأسهم العادية الجديدة أو رأس المال الممتلك الخارجي هي بالضرورة تكون أعلى من كلفة الأرباح المعتجزة، والسبب يعود إلى وجود كلف قد تتحملها الوحدة عند إصدار أسهمها الجديدة، والتي يطلق عليها كلف تسويق السهم أو كلف التعويم، وهذا يعني بأن الوحدة سوف لن تستفيد من كامل القيمة السوقية التي يباع بها الأسهم الجديدة. نعم، للأسهم بعض الترتيبات القانونية وتسويق وكل هذه مصاريف تخصم من سعر السهم، يعني أنا اليوم أعلن أنه السهم مالتي راح أبيعه بعشر دنانير. لنفترض جدلا أنه قيمة التعويم وقيمة التسويق دينارين، راح أقول أنه أنا حصلت من السهم المباع اللي صدرته وبعته للمستثمرين هو قيمته 8 دنانير، هو 10، لكن عندما تنقص كلف التعويم وكلف التسويق من عنده صافي ما تستلمه الشركة من قيمة السهم 8 دنانير. وبشكل عام فإن كلفة الإصدار الجديد من الأسهم يمكن إيجادها عن طريق تعديل صيغة التدفق النقدي المخصوم التي تم استخدامها في حساب كلف الأرباح المحتجزة، بحيث تكون كالآتي: كيف أستخرج كلفة السهم العادي؟ من خلال المعادلة الآتية، أقول أن مقسوم أرباح السهم العادي تقسيم سعر السهم العادي في السوق ناقصا كلفة الإصدار الكل زائدا معدل النمو في السوق. يعني شنو؟ خلنا ناخذها واحدة واحدة. ما هو مقسوم أرباح السهم العادي؟ مقسوم الأرباح السهم العادي هو الأرباح التي حققتها الشركة وتم توزيعها، احنا مو عندنا بالسياسة أو بوظائف الإدارة المالية إذا تتذكرون حضراتكم ثلاثة وظائف: الاستثمار، التمويل، سياسة مقسوم الأرباح. بمعنى أنه صافي الربح الناتج من كشف الدخل يقسم على عدد الأسهم تطلع حصة السهم الواحد، هذا يسموه مقسوم أرباح السهم العادي، على سعر السهم العادي في السوق هي القيمة السوقية ناقصا كلف الإصدار. احنا قلنا أكو كلف تسويقية تتنقص من عندها وكلف تعويم أي المسائل القانونية
كل هذا تطرح تسمى كلفة الإصدار زائدا معدل النمو بالسوق. هنا هذا المعدل شخص بي. الشركات عندما تعمل في السوق تتعرض للكثير من الفرص والتهديدات، فممكن أنه شركات سعر السهم مالتها يصعد أثناء السنة لأنها أخذت بعض الفرص وحولتها إلى استثمارات وحققت أرباح، فالمعدل راح ينمو أي معدل السعر. أما في بعض الشركات فإنها تخفق لسبب أو آخر، فمقسوم الأرباح يبدي ينزل كمعدل في السوق، وبالتالي معدل النمو نطلق عليه معدل مستقبلي. كيف سوف تتوجه الأسعار إلى الأعلى أم إلى الأسفل؟ ولغرض كيفية أو توضيح كيفية استخدام المعادلة المبينة في أعلاها عند حساب كلفة الأسهم العادية، عندما تنوي الوحدة تمويل موجوداتها أي استثماراتها عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة من خلال المثال الآتي. المثال: تبيع شركة معينة سهمها العادي بسعر 23 دينار، هذا سعر البيع الذي يتوقع أن يكون مقسوم أرباح. شوف هنا قلنا متوقع، هاي الكلمة ركز عليها. ليش متوقع؟ لأنه سعر السهم أو مقسوم الأرباح يعتمد على الأرباح، وبالتالي الشركة الربحات راح يكون مقسوم الربح للسهم الواحد عالي، وإن أرباحها كانت قليلة فمقسوم الأرباح قليل، وإن كانت لا سمح الله خسارة فلا توجد أي مقسوم أرباح. إذن تبيع هذه الشركة سهمها العادي ب 23 دينار على أن يتوقع أن يكون مقسوم أرباحها القادم دينار و 31 للسهم، ويتوقع أن يكون معدل النمو على المدى الطويل، وهذا هذا اللي قلنا عليه معدل النمو، معدل النمو مستقبلي متوقع غير مؤكد، على المدى الطويل 8%، وبافتراض أن كلفة التعويم تبلغ 10%. شوف هنا الكلفة مال التعويم لم تعطى كرقم، إذا تذكرون حضراتكم بالسندات طيناها رقم، أما هنا راح تجي على شكل نسبة مئوية، لأنه الأسهم ما أعرف عددها شقد اللي أنا راح أصدرها، مو مثل السندات. المطلوب احتساب كلفة الأسهم العادية. كلفة السهم العادي تساوي، نرجع على القانون، نقول مقسوم الأرباح، مقسوم الأرباح هنا يتوقع أن يكون مقسوم أرباحها دينار 1.31، هذا بالبسط. سعر السهم في السوق منطينا أيضا بالسؤال، تبيع الشركة معينة سهمها العادي بسعر 23، إذا صار عندي المقام 23 ناقص كلفة الإصدار. هنا شوي ركزوا يعني، كلفة الإصدار أو كلفة التعويم بلغت 10%. إذا الكلفة شقد 10% من شنو؟ هذا الرقم مجهول، أي بمعنى أن مجموع الكلف مجهول. وفي لغة الرياضيات أو في لغة المالية عندما تكون الكلف غير محددة نعتبرها 100%. إذن هسه راح أقول افتح قوس 100% ناقص 10% اللي هو طانيها بالسؤال، الناتج هو 90%. الآن نبدي رياضيا بالمقام، عندي بين الأقواس وعندنا قانون بالرياضيات يقول نعمل داخل الأقواس أولا، فراح نقول 100% ناقص 10% ايش صار 90%، حطيناها بالمقام. الآن راح أقول 23 في علامة القوس هو ضرب، 23 في 90% راح يطلع لي ناتج، أجي أقسم 1.31 على هذا الناتج زائدا 8% وليس 80، راح يطلع لي الناتج 14.3 إذا أخذته كنسبة مئوية، و 0.143 بالألف إذا أخذته كرقم رياضي. إذا أرد أحاول كنسبة مئوية ضربة في 100 راح يطلع عندي 14.3 للسهم الواحد، بمعنى أنه كل سهم أصدره 14.3 من قيمته هو كلفة تمويل السهم. أعيد، كلفة الأسهم العادية. الآن كلفة الأسهم العادية نقول مقسوم أرباح السهم مطيناه بالسؤال 1.31 على سعر السهم في السوق 23 ناقصا 10% من الكلفة اللي أنا ما أعرفها إيش قد، فراح أفترضها 100% ناقص 10% تساوي 90%.
أجي أضرب أقول 23 في 90% راح يطلع 20.70. أرجع أقسم 1.31 تقسيم 20.70 زائد 8% الناتج 143 بالألف. إذا أضربه إذا حوله نسبة مئوية راح أضربه في 100 يطلع لي الناتج 14.3 هي كلفة إصدار سهم واحد. أرجو أن تكون المحاضرة مفهومة. أتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على الصفوف الإلكترونية. هاي آخر محاضرة بالكورس الثاني لمادة تمويل الشركات، يعني ما حاولت أن أحط لكم مادة طويلة، هي 5 محاضرات. راح يكون أيضا عندنا بعدين ملاحظات راح أعطيكم إياها بالصفوف الإلكترونية عن نوعية وكيفية الأسئلة اللي ممكن تواجهكم في نهاية الكورس. متمنيا للجميع النجاح والموفقين.